أعزائي أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في سلسلة الدراسة يوم إلى يوم. حديثنا طبعا مازال عن حياة الرسول بولس. في هذه الحلقة رح أتكلم عن عائلة هيرودس، رح نعرف خلفية عن هذه العائلة، ولسيما الرسول بولس وقف أمام الملك أغريباس أو هيرودس أغريباس الثاني في أعمال الرسل الإصحاح 26. فمندرس الخلفية حتى نشوف مع بعض إنه بولس لما كان بدافع عن نفسه في هذه المحاكمة ما نوعية الناس اللي بيتعامل معه. ابقى معي حتى نشوف هذه الدراسة الشيقة. إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار تواصل معنا، سأعود بعد قليل. أعزائي، عائلة هيرودس طبعا في أيام المسيح كانت عائلة مشهورة جدا، في الأكبر أو ما يسمى هيرودس الكبير، هيرودس الملك أخذ الوكالة والسلطة من الرومان وحكم كل أرض فلسطين، طورها بناها، وكان يعتبر بناء رائع وكان بحب العمار وبحب البناء. لكن هذا الملك أيضا كان مصاب بمرض الهواجس والشكوك، كان عنيف، كان متغطرس، متعجرف، متكبر، متجبر، كان عنده حب العنف والدماء، يعني أي شيء في طريقه كان ممكن يتخلص منه. هذا هيرودس كان عنده السلطة من الرومان، لكن بحاول يرضي الرومان وفي نفس الوقت بحاول يرضي اليهود. عنده ضلع أدومي طبعا ويهودي، فحاول يمسك العصاي من النص حتى يرضي كل الأطراف. مثل ما ذكرت كان مصاب بمرض الهواجس وكان شخص عنيف جدا، أي شخص بشك فيه كان يتخلص منه أو كان يقتله. خليني في البداية أقول، خلال هذا الملك، في أيام هذا الملك ولد يسوع المسيح. وإذا بتتذكروا لما جاء المجوس من المشرق إلى أورشليم وسألوا أين يولد الملك المولود، فطبعا أخبر أنه رح يولد في بيت لحم. طلب هيرودس أنه إذا عرف أنه حتى يروح يسجد، لكن عاوز يتخلص من يسوع أيضا. لما سمع أنه المجوس تركوا ورجعوا لبلادهم، ذهب إلى بيت لحم وقتل جميع أطفال بيت لحم من سنتين ما دون، حتى في ذهنه أو ما يظن أنه تخلص من يسوع المسيح. فهنا بيعطينا فكرة عن نوعية هذا الإنسان. ثم أيضا هذا الشخص قتل زوجته المحببة المفضلة مريم وحماته وزوجة أخرى، وقتل أولاده، وقتل من عائلة زوجته كاثرين، وقتل من نبلاء يهوذا. كان معروف أنه شخص دموي، حتى قبل موته ألقى القبض على نبلاء يهوذا، قال إذا مت أقتل هؤلاء النبلاء، لأنه إذا ما حدا بكى علي على الأقل بيذرف دموع. فبيعطينا فكرة عن هذا الشخص. طبعا هيرودس كان عنيف وقاتل، لكن من ناحية أخرى كان يحب البناء، فهو بنى مدينة قصاري على البحر الأبيض المتوسط، كان تعتبر تحفة في الفن، ولسيما الميناء العظيم اللي بناه. بنى سباستيا في السامرة، بنى قلاع كثيرة منها قلعة مسادة، قلعة مكايروس في الأردن أو الهيروديان جنوب بيت لحم، بنى هيكل أورشليم، كان يعتبر تحفة في الفن المعماري. عندما مات هيرودس الكبير انقسمت مملكته على أولاده، كان أرخيلاوس بيحكم اليهودية، وكان أيضا هيرودس أنتيباس بيحكم الجليل، وهيرودس فيليبي بيحكم المنطقة الشمالية بعد بحيرة طبرية إلى بنياس إلى قيصرية فيليبوس. أرخيلاوس طبعا في أيامه عندما رجع يوسف النجار والقديسة مريم العذراء والطفل يسوع من مصر، لم يذهبوا لليهودية، لأنه كان الحاكم أرخيلاوس كان تابع أثار خطوات والد هيرودس الكبير. هيرودس أنتيباس كان يحكم الجليل، ميزته أنه كان هذا الشخص الثعلب، يعني يسوع نفسه قال قولوا لهذا الثعلب. وعلى فكرة
وقف أمامه للمحاكمة عندما زار أورشليم. هيرودس زار أورشليم، وقف يسوع أمامه للمحاكمة. هيرودس هذا، هيرودس أنتيباس، هو الذي قطع رأس يوحنا المعمدان. أما هيرودس فيليبي فكان يعتبر مسالم نوعا ما في أيامه. طبعا لما يوحنا المعمدان وبخ هيرودس أنتيباس عاوز يأخذ زوجة أخوه فيليبوس اللي كانت في منطقة بنياس. طبعا العهد الجديد بيتكلم أيضا عن هيرودس أغريباس الحفيد لهيرودس الكبير في أعمال الرسل إصحاح 12. هذا هيرودس قطع رأس يعقوب الرسول، هو اللي سجن بطرس الرسول لكن أنقذ بواسطة ملاك. أما هيرودس أغريباس الثاني اللي وقف أمامه بولس الرسول في للمحاكمة في منطقة قيصرية، قال بولس الرسول لأغريباس، الملك أغريباس، في أعمال 26 آية 19: من ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية. بولس كيهودي عاش في أورشليم كان يدرك، كان يعرف خلفية هذه العائلة. أن يقف أمام هذا الحاكم وبكل جرأة وبكل جهارة، ليس فقط ليدافع عن نفسه لكن ليقدم الرسالة المسيحية. هذه الخلفية عن هذه العائلة بتعبر عن فترة زمنية من أيام المسيح لأيام بولس، أنه كانت تحكم بواسطة هذه العائلة، سواء الجد الأكبر هيرودس الكبير أو أرخيلاوس أو أنتيباس أو فيليبي أو الحفيد الأول هيرودس أغريباس اللي قطع رأس يعقوب، أو اللي وقف أمامه بولس الرسول في أعمال 26. هي نفس العائلة، نفس الروح، نفس الطريقة، نفس الأسلوب. أحبائي، الرب يسوع لما لمس شاول الطرسوسي على الطريق إلى دمشق وعده أنه رح يقف أمام حكام وولاة وملوك أيضا. بولس كان واقف أمامهم حتى يتكلم ويستخدم كل فرصة. تعرفوا الغرض من دراسة الخلفية لما منقرأ في الكتاب المقدس بتساعدنا أنه نفهم الأحداث والظروف الخارجية المحيطة لهذه الأحداث، وبتساعدنا نفهم مين كان الحاكم أو الملك أو الظرف الزمني، بتساعدنا على فهم بعض الأمور ليش قيلت أو لماذا استخدمت، وهذا بيساعدنا حتى ندرك ونفهم كلمة الرب بطريقة أعمق. على أي حال، المسيحية تحدت كل هذه المواجهات وانتصرت المسيحية حتى وصلت إلى روما. سواء كانت عائلة شرسة أو عائلة سياسية أو دينية، رسالة الرب وصلت حتى من خلال هؤلاء الناس. أعزائي، في الختام عاوز أوجه لك سؤال: هل حياتك بتعكس شهادة يسوع المسيح، أم أنت ما زلت عايش في حالة خوف، بتخاف تتكلم، بتخاف تبشر، بتخاف أنك تواجه أي مقاومة أو أي مضاد لكلمتك أو رسالتك؟ صلي أن رب يزيل الخوف، صلي أن رب يملأك بالمحبة الكاملة. المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. صلي أن الله يملأك بالروح القدس، روح القوة، الجرأة والجهارة اللي خلت يسوع يقف أمام الملك هيرودس أنتيباس، اللي خلت الرسول بولس يقف أمام هيرودس أغريباس، واللي خلت الرسل أن يقفوا أمام حكام وولاة شهدوا بكل أمانة. لابد أن يتمم مشيئته، ولابد أن يتمم رسالته، لأنه مكتوب الله لا يترك نفسه بلا شاهد. فأنا بنصحك أنك تكون شاهد أمين، وأغلى شيء في الحياة أنك أنت تعيش للرب وتقدم حياتك للرب. على فكرة، إذا عندك سؤال أو أي استفسار، بتحب تعرف أكثر عن هذه العائلة أو معلومات معينة، اكتب لنا، بكل سرور رح نتواصل معك. بنعمة الرب رح أشوفك بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة.